حلو لك يا يبا، والله العظيم ما في أحلى منك. ياسمين، أنا ما تزوجت لصار عمري 37 سنة، ما كنت أفكر بالزواج، لكن بعدين تزوجت. هلا أنا ما راح أتزوج لأني صار عمري 30. لا لا، أنت تزوجين لرجعت موج. بيبا يعني ما راح أتزوج إلا بعد 50؟ لا إن شاء الله، لا لا، ما على الله شيء بعيد إن شاء الله. الله كريم، الله كريم. يبا هذا ولد رانا، رانا كل يوم الأمر مني يقول يعني لخاطري خطبك، يقول لي أنا مستعد أوديك الحدود وأدور وياك هناك، بس على شرط توافق. يبا هذا ولد جيل الحية ما لي شغل فيه، كذاب هذا، يقص عليك، هذا ما يعرف قيمة نفسه. عندي سالفة ما قلتها لك، شبه عندي صديق واحد من ربعي، هذا بليلة عرسه طلع من العرس يوم انه عرف ان البنت ما تبيه، هذا عرف قيمة نفسه عدل. عقبها تزوج بنية سميرة، هذا ناس كلن يقول شيء، كلن يقول شيء، اللي يقول والله ما يصير، واللي يقول نصيب، والحين عنده بنت وولد. عاد أبيك توديني لهم علشان أسأل عن أبوهم، هذا أبوهم لأنه مريض برا. زين، والولد والبنية هذول شلون طلعوا؟ البنية يعني مملوحة، ما تعني كاشفة شوي، لكن الولد طلع على خوالة أسمر. هذا أنا متزوج أسمر. معناته بتترسين البيت بنات شقر. انك مطرود، بس لا ما ظنيتي سما تسويها، لانه لو سويتها كان كاتبه بالانستغرام كل الناس تدري. ليش ركبت معاها؟ عادي يا اخوي، انا اركب ويا اي احد، تاكسي، باص مواصلات، زوجتك، بعدين هي زوجتك، ايش فيك انت وانت اخوي؟ بس عاد تدري شوفتك بالدنيا يا اخي، وينك يبقى البيت فاضي بدونك؟ اي بيت؟
أظل فيها بيت؟ ترى أنا ماني مطول يومين وبمشي. زين عطنا سويتش سيارتك خلنا نطق فرا شوي، ترى بنكشخ ملينا مسافتنا ما يطب فيها موتر سنة، خلنا نطق فرا شوي استانس حالي حال الشباب، حس فينا ولا انت كشخت ونسيتنا ترى. هاك هاك استانس. شنو هذا صج ولا قاعد تقص علي؟ مو سويتشك هذا ولا شو السالفة؟ العادة اطر منك اقعد نص ساعة اقنع فيك عشان اخذ منك اسمه صباح، ما تعطي شيء انت. ما عرفنا لك تبي سيارة ولا ما تبي؟ لا لا يبا خلاص خلاص خلاص. انت نام بالصالة واعطني غرفتك يومين ولك اللي تبي. لي اللي ابي؟ لي اللي ابي الحين؟ لي اللي ابي؟ لا شوي يطق الباب زوجتك وتجي تاخذك، وين حصل منك شيء؟ لا حصل منك لا حق ولا باطل. ايش دراك انها جاية؟ لقيت عليها اتصلت فيك شنو؟ يبا لا كلمتها ولا كلمتني ها؟ جننتنا عاد، لا كلمتها ولا البنيه تحبك، تكتب بالانستغرام شوي وتكتب بموت عشانه، ذبحتنا ترى عاد. هذا صدق سويت سيارتك ولا دقه؟ ايش فيك؟ مينون؟ روح روح دق سلف استانس يلا فكي. عطنا البيبسي هذا بعد. والله العظيم هلقي. اوكي حبيبتي انا خلصت، نادي اختك. ما تبي؟ خايفة؟ زين مو مشكلة اقول لحكمك انا خلصت. انا جميلة؟ لا. شنو؟ يعني انا جاي كرة؟ لا لا حبيبتي كلش لا. اوكي. يبا انت سيارتك ما فيها شيء. انا ادري ايش انت واقفين هنا. ليش؟ تبي تسالين عند اي دكتور سويت خشمي؟ كل البنات الخليج يسالوني بس ما جاوبت.
لمبلغ نصف المليون سأتسبب بزلزال كبير في حسابات المصنع صدقيني. وهذا كله من أجل راحة عائلة براتشو، أليس كذلك باولينا؟ نعم باولا، كل شيء من أجلهم. حسناً سأفكر في الأمر. جيد. سمع يمه، ما أنت غريبة، روحي جيبي لك عصير من الثلاجة. مشكورة خالتي. بل يهمني كثيرا. هل لديك شيء مهم آخر تخبرينني به؟ أنت بتنام هني بالصالة؟ لا شيء آخر. أنا قلت لك عادي بإمكانك. ولكنني لا أظن أننا سوف نتفق. زين خلاص هاي الآن بمشي لأن نوريا بروحها بالبيت. روحي. خالتي أنا بمشي، تبين شيء؟ أخذ رأيك معك، ما عندنا مكان ينام فيه. إي بس هو يقول مشتاق لكم يبي يقعد وياكم. مشتاق. السلام عليكم. هلا. السلام. كيوت ما شاء الله. وين العشاء؟ هاي عشاء يما، شنو ما ادري كيف عشاء انا؟ خالتي انا جبت عشاء بس نسيته بالسياره. خلاص عفوا روحي يبي. اي خلاص انا اقوم عادي الحين. خليك اعطيني مفتاح انا يبي. لا لا تدري شلون انا رحيب بس لك من السياره. هل تحاول ان تفقدني عقلي؟ انت جذابه ايزابيل، تافه، تجعلينني اهتم في مسائل الحب. مظلوم حياتك مظلوم. ينرفزني نوريا، ينرفزني ويقهرني. تحبينه؟ ليش انت سميرة دائما تقولون نفس الحكي؟ انا اقول خلي ابوك يدور مع هاني يمكن يرتاح بعد كل هالسنين. اليوم رحت المكتبه؟ ايه رحت المستشفى بعد، نفس الجناح اللي ابوي تعالج فيه. شقة واحد اسمه حسام راح يطيح شعره بعد فتره، راح يتغير شكله. سميرة تحكين بنت غازي ما ادري ايش تبي فيها، وانت تحكين عن واحد في كانسر. شكله بيطق مطر اليوم. اي والله تصدقين. اقول لك تكايس المنام عندي. اي صح نغير جو شوي. الو هاي سما، ها ايش قاعد تسوين؟ خلاص يلا ايلك. اوكي باي باي. سما بروحها لازم ارد لها. يلا مو مشكله مره ثانيه ان شاء الله. يلا جود نايت. جود نايت، تيك كير. ان شاء الله. اوكي باي باي باي. من صدقك من صدقك قعدت لي هني تطالعين افلام هنديه وتبك بكين، لو احد يشوفك تطيحين من عينه يما. عاد بس خلاص عاد هدي السوالف. اسكت خليني اشوف الفيلم. اي حال اشوف الفيلم. شوفي برا مطر خير وعزيز جاي هني قاعد عندنا، قومي جاب لي. شوف البطل ما كان شايف امه من 20 سنه، كانت ضايعه عنه. اللي ساعدتها مرته كانت وفيه معه ولقى امه. الله تعال شوف شنو صار فيه لما لقى امه. الله والله قصه ما ادري يمه، قصه عاديه قصه عاديه. ايش فيك مسبحه كذي؟ كيف سالفه هذه؟ قومي بس قومي قعدي ويا عزيز. اطلع برا خليني اشوف الفيلم. ايش فيك انت؟ زين يمه زين زين. عاد تصدقين ياسمين عندها قصه نفس القصه هذه، قاعد تدور امها من سنين ومو لاقيتها.
وشكله ما حد بيلقى امها غيري انا، وحزتها بوديك هناك تشوفينها وتطيحين لها بكي، احسن لك من الافلام الهنديه هذه. والله واي قومي 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 قاعدي ويا ولدك احسن لك. والله الممثل لو يدري هالكذب باكيه كان ما مثل. واي سما من زمان مو قاعده بغرفتك، من تزوجتي بليقه؟ تخيلي شو يقول لي، بيبي قاعد يومين ببيت امه. حرام عزيز طيب. لان الحين انا اللي شريره، انا عادي ما عندي مشكله ان شاء الله يقعد شهر، بس ابي اعرف شنو اللي قاعد يفكر فيه. ساعات يصدمني. ليش؟ ما ادري يعني، انت كل شيء تتخذينه بروحك وكل قراراتك بروحك. حتى طلعاتكم بالإيفنتس بكل مكان تروحون له، حتى هو عندك بالبيت. تقين عزيز يفكر كذي؟ إيه أكيد، أصلا الريال يحب يكون البطل بكل شيء، شفيك ما تعرفين؟ إيه بس يعني عزيز ريلي وحبيبي وأنا ما قاعد أقصر معاه. إيه بس الحب مو كل شيء حبيبي وريلي، هذا ما رح يشفع لك حبيبتي. تدرين عن؟ أنا متأكدة أن عزيز الحين تحت المطر. كل شيء عاد. ساعات احس ان عزيز مو مناسب لتسمى. انا اقول لك، انا اقول لك يعني المفروض انت ياخذك هاني.
وعبد العزيز ياخذ ياسمين. كذي يعني توليفتهم تكون احلى. لا 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 كلش ما تخيل هاني موجود معاي. لا هذا اقول لك عزتها انت ما راح يكون عندك مليون. 5 ملايين ما بيهم ما بيهم اذا هاني معاي ما بيهم يا معوده لا اصير مجنونه نفسها. اي طماشه هاني طماشه. حرام احب عزيز. لا هاني مجنون وايد اوفر ما اتحمل. راح ين راح ينني. الله يعين ياسمين صدق. شنو هذا حاطت لي ما احبه. مو شايله بعد ما ايش سالفتك. نفسيتي مو اوكي عشان شي. مرزوق مرزوق شنو ايش تبين؟ قوم قوم تعال شوف المطر. قوم يا ولدي الحلال تعال. ابى اروح احط راسي وانام بغرفتي. صوري المطر ولا صار الصبح ان شاء الله اشوفه بالفيديو. تليفوني فضى ما حطيته بالشاحن. مو مشكله هات تليفوني وصوري المطر ومن اصبح افلح. يا ولدي الحلال قوم لا تصير كسلان. تعال من السنة الماضية ما شفنا المطر. تعال يلا. لا إله إلا الله عليك. يهداك بيت. Thank you.
نظرية؟ ترى حسام اليوم سأل عنك وهو يحب كل الناس بس ما يسأل عن أي شخص. هو بخير؟ الحمد لله بخير. بقول لك شغلة بس ما أبي يدري ولا أبي أي أحد يدري، تراه كان متزوج بس انفصل، بس في شيء محيرني مع عودة ما أدري. بينه مع عشرة عمر عايشوا ملح، ما أدري شلون كذي فجأة تخلت عنه. غريبة، عاد هذا الوقت بالذات المفروض هي تكون يمه ما تخلي. هذا الكلام حسام بقى له يومين ويطلع من المستشفى، ما أدري إيش فيه، يبي يتعالج برا يعني، ما يمشي. إن شاء الله خير. يبا عرفت وين بيتهم؟ يبا كلمت الولد واعطاني العنوان. اكيد هذا ولده طارق. لا قال لي اسمه واعطوه سجلت اسم تليفوني. اقول بيكون درزن شقر. خوش بعد الله ترى. واي شاي وباجوك كل شيء. كلي يبقى كلي ترى انت تسعبين وايد. يعني انت الحين شنو مطلعني من البيت علشان اشوفك وانت قاعد تسبح؟ وانا يا من طرتش تروحي مناسباتك ونطرتش بالساعات واقف بعيده اشوف ما قلت شيء.
زين خلاص عزيز، ترى ما احب لما نقعد نحاسب بعض. بس بغيت اعرف انت حملين حياتي ولا لا؟ يعني رجعنا حق نفس الحكي. سما خلاص ولي عافيش، تقدرين تردين البيت خلاص. عزيز انت هالفتره وايد قاعد تعاند، ترى نقدر نعاند بعض عادي، بس حياتنا كذي ما راح تصير حلوه. زين انا بتمرن. وانا بقعد انطرك. ما عندي شيء. عزيز حبيبي ترى انت ريلي. وانا احبك وعادي اهد اي شيء عشانك.